وللمزيد من النقاش حول سيطرة ميليشيا حزب العمال الكردستاني على قضاء سنجار وتخادم ميليشيا الحشد معها، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية السيد علي الصاحب. مرحبا بك معنا سيد علي. أهلا ومرحبا، حياكم الله. عامان أو أكثر مرة على التوقيع اتفاقية سنجار بين حكومتي بغداد وأربيل دون تنفيذ بنود هذا الاتفاق، إلى أي أسباب ترجعون عدم إنفاذ بنود الاتفاق؟ نعم، سلام من الله عليكم وعلى متابعيكم وعلى العراقيين جميعا. يعني سنجار قضاء عراقي وهو قديم جدا، ربما أنشئ في العهد الملكي عام 1934 وهو يبعد عن الموصل بحدود 80 كيلو، يقطنه أغلبية من الأزيديين وقلة من العرب المسلمين، وبذلك المكان رغم حساسيته إلا أنه شهد أحداث دراماتيكية قد تكون مؤلمة للأزيديين عندما اجتاحت الجماعات المسلحة الإرهابية وكانت تسمى في حينها تنظيم القاعدة ثم داعش هذه المنطقة الآمنة، واغتصبت النساء وقتلت الأطفال وربما قتلت أكثر من 2000 وبعض التقارير تقول بحدود 4000 إنسان أزيدي عراقي بدم بارد، لأنها تختلف معه فكريا وعقائديا وتظنه من عبدة الشياطين وما شاكل من تلك الإخفاقات. وبالتالي قضاء سنجار عاش مرارة كثيرة وخاصة شعبنا الأزيدي، إخواننا من الأزيديين في هذا القضاء. لذلك قبل عامين تم الاتفاق بين حكومة المركز وحكومة الأقليم والحكومة الإدارية المحلية لمحافظة نينوى على اتفاق من 3 محاور، محور إداري ومحور أمني ومحور إعادة الإعمار لهذا القضاء، إلا أنه بسبب الإرهاصات السياسية وبسبب الحمق السياسي واختلاف الرؤى لحد الآن لم ينفذ على أرض الواقع. نعم، إلى أي مدى سيد علي ترى أن الدعم الإيراني لميليشيا الحشد أو من خلال ميليشيا الحشد لميليشيا حزب العمال الكردستاني المسيطر على القضاء زاد أو كان وراء تعطيل الاتفاق؟ نعم، يعني اولا خلينا نعرف حزب العمال الكردستاني هو ايضا جناح مسلح وهو ايضا مصنف ارهابيا، اجتاح المنطقه بعد طرد تنظيم داعش الارهابي في العام 2015، واستطاع بتعامله او ربما بطرح افكاره كسب ود سكان قضاء سنجار، وبالتالي اسس لنفسه قاعده ينطلق منها، لكن ما لبث ان ايضا أهالي قضاء سنجار قد يعني التمسوا بعض المضايقات من هذا التنظيم الإرهابي، لأنه الإرهابيين أينما حلوا يحل الخراب ويحل الدمار، وبالتالي حاولوا جاهدا أن يتفقوا مع جهات أخرى، ربما كان الحشد الشعبي المرابط هناك هو أقرب إليهم، وبذلك صارت فصائل مسلحة بما يسمى حماية سنجار قسم وقسم من الحشد. لكن المعاهدة أو الاتفاقية التي أبرمت من ضمن المحور الأمني الذي تحدثنا عنه أن تكون القوات الواقية في سنجار هي من الشرطة المحلية حصرا، ومن القوات ربما حتى من المخابرات والأمن الوطني فقط، على أن تخرج جميع الفصائل يعني الباقية، ولكن كما قلت لك واقع العراق المرير هو فرض أجندات كفرض إرادات، وبالتالي أصبحت هذه المدينة ربما كرة النار التي تتدحرج لتثير كثير من المشاكل. شهدنا قبل أيام تظاهرات من أهالي القضاء بعدم رغبتهم بعودة العوائل المسلمة إلى القضاء، العوائل العربية، وحصلت بعض الاحتكاكات على جامع الرحمن الذي هو أيضا بالفعل كان ينتمي فيه مجموعة من الفصائل المتشددة من داعش من التكفيريين، وبذلك أصبحت هذه الأمور لا ترسو على بر، باعتبار أن من جاء ليحل محل الأمن في سنجار غير مرحب به، ولحد هذه اللحظة سنجار تستغيث وربما تحتاج إلى فكر وعقيدة سياسية راسخة من أجل حل كل المشاكل، باعتبار أن قضاء سنجار لو صنف لصنف قضاء الأزيديين، وبالتالي هم لهم الأولوية في اختيار من يحمي مكانهم ومن يحمي قضاءهم. بالإضافة لما تفضلت به أستاذ علي، هناك
أيضا مصادر أكدت أن أكثر من 20 شابا في القضاء تعرضوا للاختطاف والتعذيب بسبب عدم رغبتهم في الانضمام إلى ميليشيا قوات وحدات حماية سنجار، ما تسمى بحماية سنجار، والحكومة لم يكن لها موقف واضح تجاه هذا العدوان على الشباب الذين لا يرغبون في الخدمة في هذه القوات. نعم، يعني احنا سيد العزيز نعيش واقع سياسي مترنح بين قوى وكتل سياسية لحد الآن لم تبلغ إلى سن الرشد ولا حتى إلى العقل السياسي، ربما هي تعيش في مرحلة المراهقة السياسية، وبالتالي انعكاساتها على بغداد كانت مؤلمة، فما ظنك بقضاء على أطراف مدينة الموصل. لكن هذه القوات التي أو هذه الميليشيا أنا أعتبرها على حتى وإن كانت لحماية السنجار إن لم تكن مرتبطة ارتباط مباشر بالقائد العام للقوات المسلحة بوزارة الدفاع، فهي أيضا ستثير الشغب وربما ستثير الاعتداءات باعتبار أن هناك فصائل غير منضبطة سواء كانت من هذا الطرف أو من ذاك، وبالتالي قضية السنجار قد تكون سياسية أكثر ما تكون أمنية. أهالي سنجار يتهمون العرب المقيمين أو الباقين في المنطقة هم من ساعد الإرهابيين على خطف رجالهم وقتل أولادهم وسبي نساءهم في عقيدة داعش الفاسدة، وبالتالي هناك حساسية مفرطة بين العرب المسلمين وبين الأزيديين، ولذلك إجبار المواطن على أن ينضم تحت هذه المسميات هو أيضا اغتصاب حتى لحريته واغتصاب حتى لفكرة. الدولة يجب أن تكون هي من تحمي سنجار، لا ميليشيات ولا حتى ما يسمى بحماية سنجار، لأن سنجار تعرضت كثيرا للأذى وربما لم ترى الراحة لحد هذه الساعة وهي تعيش قلقة، وبالتالي هناك ربما حتى نداءات من خارج العراق بما يسمى بحقوق الإنسان أو غيرها تندد ببعض المواقف الباردة من الدولة تجاه قضاء سنجار، وحتى حتى ما قام به او ما صرح به امير الازيديين حازم تحسين بيك هو دعا الى التهدئه ودعا الى ان لا تكون هناك دماء جديده تقع بين المسلمين من جهه وبين الازيديين من جهه، ولكن كما قلت لك بما اننا نعيش في مرحله تخبط وفي مرحله غامضه وضبابيه فكل متوقع سيتم. هذا من ناحيه استاذ علي. نعم، ما تفضلت به هو كلام مهم، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، ميليشيا حزب العمال الكردستاني المصنفة إرهابية كما تفضلت في البداية تشترك مع ميليشيا الحشد في غرفة عمليات مشتركة، وهذا يعني أن هناك اتفاق، هناك تخادم، هناك تنسيق، سميها ما شئت، بين هذه الميليشيا وتلك، وبالتالي الهدف في النهاية يخدم مصلحة إيران ومصلحة ميليشية الحشد. يعني دعني أختلف معك سيدي العزيز بهذه الجزئية أو هذه الفقرة، لكن من باب أنا شيعي وهندو أموية واختلاف الرأي لا يفسد في الود قضية، فكلانا نبحث عن الحقيقة وكلانا نبحث عن الأمن والأمان لكل البشرية وليس للعراقيين فقط. نعم، جناح يعني حزب العمال الكردستاني هو جناح إرهابي له انعكاسات خطيرة سواء على العراق وسواء على الجارة تركيا، وهو طالما سعى جاهدا لإحداث شرخ حتى بين مكونات الشعب العراقي الواحد، لكن أن يكون في توافق وفي انسجام مع ميليشيات أو ما تسمى بالميليشيات الحشد على لسانكم هي يعني تقريبا رؤية غير واضحة إن لم نقل ضبابية أيضا، باعتبار أنهم يختلفون أيديولوجيا يختلفون عقائديا. الحزب العمال الكردستاني أنا أعتبره هو العملة الثانية أو الوجه الثاني لداعش، ولكن بصورة أخف، هو يحمل شعار الإسلام، هو يحمل شعار التكفير من جهة، أيضا يحمل شعار ربما الحرب الناعمة إن صح التعبير على بعض الجهات، ويحاول أن يكون له موطئ قدم يستطيع من خلاله التحرك أو يكون آمنا من الضربات الجوية التركية أو حتى من مطاردة القوات العراقية له، لكن له ليس له اتصال مباشر. نعم، هناك فصائل خارجة عن السيطرة، خارجة عن القانون، لكن أن يعمل حزب العمال الكردستاني في جانب الحشد الشعبي من أجل أن يحدث بلبلة لصالح إيران فقد لا أتفق معك ولك
الرأي الأول لكن والأخير. هل هما فعلا يعملان في غرفة عمليات مشتركة للعلم فقط، يعني حتى يعلم لا المشاهدون؟ أبدا، يعني حسب المعلومات اللي عندي وحسب المتتبع للأحداث، ولكن هو كلا يعمل على شاكلته، هو كلا يعمل لإرادته لمنافعه. ما هي الغاية من وجود فصائل مسلحة سواء كانت من الحشد أو حتى من البيشمركة؟ والاتفاقية تقول بأن حماية السنجار يجب أن تكون حصرا من الشرطة المحلية، يعني من أبناء المكون، إضافة إلى جهاز الأمن الوطني وحتى من المخابرات، لأنه الوضع حساس. يفترض إخراج الجميع، ثم أن حزب العمال الكردستان المصنف إرهابيا عالميا وداخليا حتى وأضراره كثيرة على الجارة تركيا، يفترض من القوات العراقية أن تطارده وأن تقاتله وحتى على البيشمركة. بقاء هذا الحزب أو هذا الفصيل المسلح على الأراضي العراقية انتهاك للسيادة وحتى ضعف من الجانب، والجيش العراقي جيش قوي. لذلك على الجميع أن يتعاون من أجل أن تكون سنجار آمنة. لا نريد أحدا أن يفرض علينا إراداته، ولا نريد أن نكون ساحة لتصفية الحسابات وحتى لتصفية الخصوم. قضاء سنجار مهما يكن هو قضاء عراقي وهو قديم جدا، والأزيديين ناس مسالمين يريدون أن يعيشون بكرامة على أرض وطنهم وعلى أرض أجدادهم. تعرف القضاء كما قلت لك في البداية أنشئ سنة 1934، يعني سبق كثير من الوحدات الإدارية في محافظات وحتى بعض المحافظات أنشئت لاحقا. لذلك له خصوصياته يجب على الجميع احترامه، ويجب على الجميع حماية مكوناته ليمارسوا طقوسهم الدينية شعائرهم بحرية. هذا ما كفله الدستور العراقي بأكثر من نص في مادة، أنه الحقوق يجب أن يتساوى العراقيون في الحقوق والواجبات. ولكن أعيد لأقول لك بأن واقع العراق للأسف الشديد تتدخل فيه دول إقليمية ودول خارجية، الأمر الذي أضعف الواقع العراقي بل أضعف الحكومة العراقية. شكرا جزيلا لك السيد علي الصاحب عبر سكايب من بغداد، رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية. شكرا لك.